قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الإمام أبو الوليد الباجي هذا أحد أئمة المالكية استشكل هذا الحديث، قال: كيف هذا الميت؟ هذا الميت ميت ميت يعرض عليه، كيف يعرض على الميت؟ العرض يكون على الحي، يدري ما يعرض عليه، هذا ميت، فكيف يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي وهو ميت لا يدري ما يعرض عليه؟ لو كان يدري ما يعرض عليه لم يكن ميتا، وكيف هذا؟ وهذا الاستشكال حمل الجم الغفير من العلماء على تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: هذا العرض لا يكون على الجسد الذي في القبر، لا يكون على الروح، والروح هذه لم تموت. وقالت طائفة: لا، بل في شيء من يرجع شيء من الروح إلى شيء من الجسد، فذلك الشيء هو الذي يكون عليه العرض، لأن هذا الشيء من الجسد فيه شيء من الروح. وقالت طائفة: لا، بل الروح ترجع إلى الجسد عند العرض كما ترجع إليه عند سؤال الملكين، وقيل غير ذلك. والباعث على هذا الاستشكال هو قياس عالم البرزخ على عالم الشهادة. نحن الآن في عالم الشهادة، لكن إذا صار أحدنا في قبره فذلك عالم آخر، له قانون آخر، ليس القانون المعهود عندنا حتى يقال كيف هذا الميت ولا يرى ولا يرى. لا لا لا، هذا أنت في معهودك الآن أن الجسد الهامد، الجثة الهامدة أمامك بإدراكك ترى أنها لا تدرك، ولكن إذا صارت في القبر صارت في عالم آخر. هذا عالم برزخ، عالم البرزخ قانونه غير قانون عالم الشهادة، منطقه غير منطق الشهادة، وهو مما يغيب عنا، فليس لنا طريق إلى معرفة ما يكون فيه إلا بواسطة المعصوم، ما يجئنا إما من كلام ربنا أو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا صح لا يمكنك أن تقول كيف هذا وميت، لأن هذا عالم آخر. لأن ربنا سبحانه يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مفتح القبر بعد أن تدفين هذا الشهيد، افتح قبره تراه يجري ويركض ويقول: أخرجوني أنا حي. فتكذب كلام ربنا، تقول: يا ربي كيف أحياء؟ هو ميت بل أحياء، طبعا عند ربهم يرزقون لكنهم أحياء. طيب، نحن نوقن بأن إذا مات أحدنا جاءه ملكان فأجلسه، كيف يجلس هو في القبر؟ كيف سيجلس؟ هو القبر إنما يسعه على شق، بالنسبة لنا نحن الذين نشق، أنتم تعلمون القبر إما شق وإما لحد. الشق هو تحفر هذه مثل ما تعادون في قبورنا، تشق الأرض شقا وتضعه فيها. هل هذا مكان متسع كاتساع كرسي هذا؟ إنما ترون، وأحسب أنكم جميعا رأيتم ميتا يضع في قبره، يضع على جنبه، فليس فيه مكان زائد ليجلس فيه. طيب، ثم سيجلس وسيضرب رأسه بهذا الذي وضعته أنت عليه. طيب، هذا الشق الذين يلحدون، ها؟ اللحد هذا، تدرون نحن مثلا نشق نحفر القبر، هم إخواننا الذين يلحدون، هذا تجدونه مثلا في المشرق يحفر القبر ثم يجي إلى جدار من جداري القبر فيحفر فيه، حلق يدير فيه مجر، يحفر فيه ويضع الميت في ذلك اللحد ثم يغلق اللحد. هذا كيف يتأتى فيه الجلوس هذا؟ ما زال حنا طريقتنا ممكن يجلس ورد باله، هذا كيف يجلس؟ فإذا لا يجلس. لا، أنت تناقش هذا بمنطق الشهادة، بمنطق هذا العالم المشهود، لا تناقش بهذا، ذاك عالم آخر، لا علم لك إلى، لا سبيل لك إلى ما
إلى العلم بما فيه إلا من جهة النقل، إلا من جهة الوحي. والوحي أخبر بأنه يعراض وإنه يجلس وأنه فيصدق ولا يضرب له الأمثال. واضح الكلام؟ طيب، وطبعا هذا أنتم ينبغي أن تفهموا، لا يأتيكم واحد يقول لك أنتم يا المسلمون متخلفون، كيف هذا الكلام؟ كما نسمع نحن الآن يقول لك في فتنة القبر الكلام، أنتم لا تعمين عقولكم، ويجيب لك ويقول لك هذا عالم في الرياضيات يقول لا فتنة في القبر، وحتى يموت هذا العالم في الرياضيات ويحيي الله ويخبرنا. أما الرياضيات الآن ما عندها ما تدخل في القبر. هذا كلام آخر. فهمتوا كلام؟ لماذا؟ لأن نحن الآن هذا خطابنا لمن يقول آمنت بالله ربا، رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وبهذا الوحي الموحى فيه دينا. إذا قال رضيت يلزمه أن يقبل هذا الذي دعا رضاه به. أما إذا لم يكن مسلما نحن نناقشه في عذاب القبر مسلم، وهو ينكر قمة العقيدة وهو الله، تناقشه في القبر أو ينكر الله؟ إذا أنت أحمق منه إذا كان ينكر الله وتناقشه في القبر. طيب، على أنه ورد هذا الذي جاء في هذا الحديث، جاءت أحاديث أخرى تعضد ما فيه، من ذلك ما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل الذي يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة القبر، فقال صلى الله عليه وسلم فأما الفتنة فبي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فازع ولا مشعوف، الشعف هو خوف شديد يذهب القلب، نسأل الله العافية. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فازع ولا مشعوف فيقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام. فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من الله عز وجل فصدقناه. فيفرج له فرجة إلى النار، هذا يعرض عليه مقعده، فيفرج له فرجة من النار، فيفرج له فرجة إلى النار، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله عز وجل. ويفرج له فرجة إلى الجنة فيقال له هذا مقعدك منها. هذا العرض للمقعد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عكس ذلك في الرجل السوء. ومثل هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي في جنازة رجل من الأنصار، وفيه قال صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن ثم يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما علمك؟ فيقول لهم قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت بما فيه، فما آمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. وذكر عكس ذلك أيضا فيما يتعلق بالرجل الكافر، نسأل الله العافية. نعم.